كنا بنتكلم في المرات السابقة عن الرسائل إلى الكنائس السبع. عايز أخذ آية من رؤيا 22 اللي ربنا بيقول لملاك كنيسة ثياتيرا: عندي عليك قليل، إنك تسيب المرأة إيزابيل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي. وبيقول: أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. عندي عليك إنك تسيب المرأة إيزابيل. كلمة إيزابيل رمز للشر والإغواء، كما كانت إيزابيل زوجة الملك آخاب سببا في شره وشر البلد كلها، وأدخلت عبادة الأصنام في البلد، وكانت تدعو إلى مائدتها حوالي 450 من أنبياء البعل، وهي اللي ساعدته على أنه يقتل ويغدر بنابوت اليزرعيلي ويأخذ ملكه. فأصبح كلمة إيزابيل رمز للشر. يعني مش ضروري أن ملاك كنيسة سياترا كان عنده امرأة اسمها إيزابيل، وإنما إيزابيل رمز للشر. هنا ونحب نقول حاجة بالنسبة للرعاية. لاحظوا ان ربنا ما بيمسكش بس اخطاء الرعاة انفسهم، انما اخطاء الناس اللي عندهم. يعني يقول له ايه بالنسبة لملاك كنيسة برغاموس؟ يقول له: عندي عليه قليل، إن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام. ألا كون إن موجود عنده ناس متمسكين بتعليم بالعام يبقى واخدت عليه هو، على الراعي نفسه اللي موجود عنده هذا النوع. ويقول له: هكذا عندك أنت قوم متمسكون بتعليم النيقولاويين الذي أبغضه. يعني ربنا بيلوم الراعي على ان موجود عنده ناس منحرفون في تعليمهم، ان عندهم تعليم بالعام او تعليم النقلاويين، وكمان بيلوموا ان موجود عنده واحدة اسمها إيزابيل بتغوي الشعب. في فرق كبير بين الإنسان اللي في موقف المسؤولية والإنسان العادي. الإنسان العادي مسؤول عن نفسه بس، الإنسان اللي فيه المسؤولية مسؤول عن نفسه ومسؤول عن غيره، مسؤول عن خطيته ومسؤول عن خطايا الآخرين. يعني الحكاية مش سهلة. عشان كده في ناس بيهربوا من أمور الرعاية اللي فيها الحاجات دي. ولكن هل معناها أنه مسؤول عن كل خاطي؟ لا طبعا. أمال إيه الموضوع؟ ربنا بيفسر دي في حزقيال 33، بيقول إيه؟ بيقول: وأنت يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا للناس. أنت تاخد بالك من اللي حواليك. إذا واحد غلط وأنت أنظرته وقلت له أن هو أخطأ وتمسك بشره، يبقى مسؤول عن نفسه وأنت نجيت روحك.
وان انت ما انذرتوش وما نبهتوش يموت بخطيته ومن يدك اطلب دمه. كلام صعب. حزقيال 33 من آية 7: وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. لو أنت ما حذرتوش، وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، وأما أنت فقد خلصت نفسك. يبقى اللي في موقف مسؤولية مفروض أنه ينذر ويحذر ويقول السكة دي غلط وما توصلش، من أجل خير اللي بيحذره وأيضا من أجل المسؤولية الملقاة عليه. علشان كده الراعي مفروض يكون زي السارفين الممتلئين أعينه، يبص لقدام والورا ويمين وشمال وياخد باله من كل حاجة، لكن مش يكون مش دريان. مش معقول مش دريان، طب ما الناس يضيعوا وربنا يطلب دمهم منه. وان كان دريان وما بيتكلمش تبقى مصيبة اكتر. على رأي الشاعر اللي قال: ان كنت لا تدري فتلك مصيبة، او كنت تدري فالمصيبة اعظم. ان كنت مش دريان خطية، وان كنت دريان وساكت يبقى خطية أكبر. عشان كده بيقول له عندي عليك. مش قال المرأة إيزابيل وحشة، ده قال له عندي عليك إنك بتسيب المرأة إيزابيل، يعني سايبها على مزاجها بتغلط زي ما تغلط وإنت ساكت. أوعى تفتكروا الكلام ده للرعاة فقط، برضو الكلام ده للآباء والأمهات ولكل أسرة، والكلام ده لكل خادم من الخدام صغر أو كبر، كل واحد في حدود مسؤوليته. عندي عليك إن في ناس وحشين، أنت عملت إيه؟ عشان كده الكنيسة كانت زمان صحية جدا، وكانت تقيم المجامع وتعلم الناس وتحذرهم. وبولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس: عز وبخ انتهر في وقت مناسب ووقت غير مناسب. وإلا ربنا يقول له عندي عليك إن النوع ده موجود، يعني إيه ده؟ بس مش لما يجي الراعي يمسك الغلطة ويحاسب عليها يقول له: يا عيني قلبه جديد كده ليه، ما عندوش حنية. حنية يعني ايه؟ يعني يسيب الغلط ويطبطب ولا ايه الحكاية؟ عندي عليك ان عندك قوم متمسكين بتعليم بالعام، عندي عليك ان عندك قوم متمسكين بتعليم النيقولاويين، عندي عليك انك تسيب المرأة إيزابيل تعلم وتغوي شعبي. مع انه بيقول عبارة عجيبة، بيقول له تسيب المرأة إيزابيل التي تقول انها نبية. يعني إيزابيل دي مش هينة، دي تمثل النفوس اللي واخدة رتبة وبتقول انها نبية حتى تعلم وتغوي شعبي. هنا وأحب أن أكلمكم عن التسيب، يعني تسيب المرأة إيزابيل. التسيب
يعني عدم الانضباط. التسيب يعني ايه؟ عدم الانضباط، يعني عدم الالتزام، عدم الجدية في الحياة الروحية. يعني الإنسان يعمل يشتغل على مزاجه ويعمل ما يحلو في عينيه، ده التسيب. على رأي سفر القضاة بيقول: لم يكن هناك ملك في إسرائيل في ذلك الزمان، وكان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. فلما يترك الناس كل واحد يمشي على مزاجه يبقى ده تسيب. لما يترك الناس كل واحد يمشي على مزاجه يبقى ده تسيب. يبقى عدم اهتمام من المتسيب وعدم حزم من المسؤول انه ما مسكش، عدم الانضباط وضبطه. تقول له هيضبط كل حاجة، هدي المسؤولية. عشان كده الكتاب بيقول صلوا من اجل كل من هو في منصب، صلوا من اجل كل من هو في منصب عشان يمنع التسيب. نتيجة التسيب ممكن أن توجد العثرة، ونتيجة التسيب يمكن أن يوجد الإغواء حتى تعلم وتغوي عبيدي، تغويهم. أما حكاية أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، فالزنا في الكتاب المقدس إما زنا جسدي وإما زنا روحي. فحتى الخروج عن عبادة الله بيسموه زنا روحي. وربنا لما يقول زنت أورشليم زنت يهوذا يقصد عبدت آلهة أخرى، يعني القلب ما بقاش بتاع ربنا، ذهبت إلى آخر. زي ما قلت للبعض إن كلمة زنا في اللغة الإنجليزية adultery. adultery دي جاية من كلمتين في اللاتيني، كلمة آد في اللاتيني يعني تو إلى، وألتر يعني آخر، يعني تو another يعني لشخص آخر. فأدلتري يعني أعطت نفسها لآخر. فالمرأة المتزوجة لما تعطي نفسها لآخر ده يبقى زنا. الإنسان اللي بيعبد ربنا لما يعطي نفسه لآخر يعتبر ده زنا روحي، إنه سار وراء آلهة أخرى أو وراء شهوات أخرى أو ترك محبة ربنا وأعطى نفسه لآخر، دي من الناحية الروحية. فما تاخدوهاش كلها على المعنى الجسدي. يعني ايه انواع التسيب بالنسبة لحياة الانسان العادي؟ يعني في انسان تلاقيه متسيب في تداريبه الروحية، يعني عمل ما عملش، مشي فيها مرة ما مشيش فيها مرة تاني، مرة في العالي مرة في الواطي، مرة ينفذ مرة ما ينفذش، نوع من التسيب ما فيش انضباط، نوع من التسيب مفيش انضباط. وساعات انسان يكون عنده تسيب في حياته الروحيه كلها، يعني ماشي كده طلعت نزلت شرقت غربت اهي، نوع من التسيب مش ضابط حياته. ما هو الانضباط على نوعين: إما واحد بيضبط نفسه عشان ما يبقاش متسيب، لإما واحد بيضبطه آخر، يضبطه رئيس، يضبطه أب، يضبطه مرشد، يضبطه كاهن، يضبطه راعي، يضبطه أي أب أم.
لأن هنا أيضا ممكن أن يوجد تسيب في التربية. يعني الأب والأم اللي ما بيضبطوش أولادهم بيحصل تسيب في حياة الأولاد، وبعد كده يحاولوا يلموا الأولاد مش عارفين يتلموا لأنه ولفوا على التسيب، ولفوا أن كل واحد يعمل اللي في مزاجه. ويجي ربنا يقول له عندي عليك انك بتسيب هؤلاء الناس. الأمومة رسالة من الله والأبوة رسالة من الله، كما ان الأبوة والأمومة ايضا واجب اجتماعي وواجب تربوي، فلا يجوز ان احنا نسيب اولادنا ونخليهم سايبين كده، يعني لوس، يعني سايحين على بعض كده مش ملمومين. مش واحد يكون سايب كده يقولوا له اتلم اتلم، يعني سايب كده فيلموه. في انسان ساعات يكون متسيب في النذور، ينذر وبس، وساعة التنفيذ يقول لك يبقى حلها ربنا، اتحلت ما اتحلتش نوع من التسيب. ينذر وساعة التنفيذ يبتدي يفكر ممكن ولا مش ممكن، واقدر ولا ما اقدرش، وبلاش النذر ولا نفذه، واغيره ولا ما غيروش، وصح ولا غلط. الله، نوع من التسيب في النذر. إنسان آخر عنده تسيب في المواعيد، حكاية سيبة، حتى في وعوده لله، حتى في وعوده لله بنوع من التسيب والمبالغة والطريقة اللي مش ممكن تنفذها. زي واحد يكون عنده امتحان ويقول يا رب ننجحني يا رب، وانا اعمل واعمل واعمل، والخطيه دي هسيبها واقعدك يا رب، ان شاء الله تاخد عيني ان عملت الخطيه دي تاني، ان شاء الله اروح في كذا، ان شاء الله يجيني المرض الفلاني، ويقعد يوعد، واول ما ينجح لا مرض ايه وبتاع، والخطيه دي هسيبها ازاي، طب انا وعدت ربنا لكن مش عارف. نوع من التسيب. مفيش الجدية، مفيش الالتزام، إنسان سايب على بعضه. ساعات عندنا يوجد فيه تسيب في الطقوس. يعني ايه تسيب في الطقوس؟ يعني كل قسيس يحب يترجم على كيفه، ما يلتزمش بالخلاجة، جت في مزاجه يغير الترجمة يغيرها. يجي في مجمع القديسين أي واحد عاجبه يضل المجمع، الكنيسة قررته ما قررتوش تسيب. ولذلك لما تسمعوا المجمع عندي كتير بالأباء تلاقيه يمكن يحط أب اعترافه اللي مات يحطه في المجمع. صدقوني حصلت، يعني أنا بقول الكلام ده لأنها أمور أمامي، ويحط زي ما يحط. نوع من التسيب، عدم الالتزام بقوانين الكنيسة، عدم الالتزام بالطقس. واحد مثلا يقول علمنا طرق الخلاص موجودة، هو جه في مزاجه طريق الخلاص يقولها طريق الخلاص، جه في مزاجه وسائط الخلاص يحط وسائط الخلاص. هي الحكاية سيء، كل واحد يقول على كيفه، نوع من التسيب. واحد يقول صلوا من أجل الإنجيل المقدس وبعدين ما تعجبوش،
يقول صلوا من أجل انتشار الدين. طب وجبت انتشار ده منين؟ أهي طلعت في مخه ومشيت. نوع من التسيب مبني على ثقة بالنفس أو على نوع من الذاتية والأنا. أنا مفهومي كده فأنشره. كما يوجد التسيب أيضا في التراتيل. نبص نلاقي تراتيل جديدة اللي بعضها شامي وبعضها بتاع أغاني شعبية وبعضها غلط في العقيدة، ونوع من التسيب في التراتيب. وأيضا تلاقي كل فريق خورس يطلع له على مزاجه اللي هو عايزه. وإن حاولنا نلم دي يقول لك الحرية والديمقراطية. حرية وديمقراطية دي. الحرية عن التسيب، ولا الحرية عن تمشي على مزاجك، ولا الحرية حرية في الخطأ؟ طبعا ده مش مفهوم حرية. ده أو مثلا تلاقي تسيب في مناهج التربية الكنسية. كل فرع من الفروع عمل له منهج خاص. ايه ده؟ كل أمين مدارس الأحد جه في مزاجه أن يعمل منهج، يعمل منهج. طب والمنهج العام؟ المنهج العام تلاقيه عام وسطيهم أو غير الحد. راح نوع من التسيب. أنا إن شاء الله هدعو اللجنة العليا للتربية الكنسية وهنعمل منهج، واللي مش هيمشي عليه لإما يمشي المنهج لإما يمشي هو. لكن ما نقدرش نسيب أبدا المسألة بالشكل ده، وإلا مدارس الأحد هتبقى مدارس فعلا. كل مدرسة لها طريقتها ولها أسلوبها ولها منهجها. يقول لك أنا على طقس الجيزة، أنا على طقس بني سويف، أنا على طقس أسقفية الخدمات، أنا على طقس أسقفية الشباب. كل واحد له إيه؟ له منهج. إن شاء الله نوحد المناهج دي. إن شاء الله إيه؟ نوحد المناهج. أصعب حاجة هي التسيب في التعليم. التسيب ايه؟ في التعليم. لانه هنا بيقول عندي عليك انك تسيب المرأة ايزابيل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيد. ما اكثر الانبياء في هذا الجيل، وكل واحد يعلم على كيفه. من أجل هذا انتشرت مناهج التعليم المتعددة والمذاهب الفكرية الكثيرة. وكثير من الناس يقعون في هذه الغواية بالتعليم. بينما الكتاب بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. التسيب في التعليم يعني إن الكنيسة ما يبقاش لها تعليم واحد، كل واحد بيعلم مفهومه الخاص، اعتقاده الخاص. يبقى ده تسيب في التعليم. الكنيسة زمان كانت في منتهى الحزم في هذا الأمر، ولا تجامل أحدا. يقول لك الأسقف لا يجامل، لا يأخذ بالوجوه حتى في التعليم. حتى في التعليم لعل من أبرز الأمثلة
التي يعرفها التاريخ، يعني أقوى مثال في التاريخ. لما أوريجانوس مال عن الطريق، أوريجانوس كان أكبر أستاذ في زمانه، كان أستاذ الأساتذة، كان أكبر عالم في الكتاب المقدس، كان من تلاميذ أساقفة وقصوص، كان بيدرس تعليمه ليس في كنيسة الإسكندرية فقط، إنما في الشرق الأوسط كله. ومع ذلك لما ابتدى يلخبط، البطرك بتاع زمانه لم يجامله إطلاقا وحرمه، حرمه هو بالشهرة الجبارة دي. ليكن، مفيش مجاملة في التعليم، مفيش تسيب. والعجيب ان اللي حرم أوريجانوس ديمتريوس الكرام اللي كان شهرته ما تجيش حاجة أبدا في أوريجانوس. ثم بعد ذلك حرمته الكنيسة كلها، ثم حرمته كنائس أخرى. مجاملة في التعليم مفيش، تسيب في التعليم مفيش. أريوس أكبر واعظ في الإسكندرية وله تأثير ضخم، انحرف عن التعليم، حرم أريوس. لما حواليه أسوس، لما حواليه أسقفة، لما حواليه زي ما لم، اجتمع المجمع المسكون وحرم. عمل ضجة في العالم، يعمل ضجة زي ما يعمل، لكن تسيب لا. وانتهى أريوس. على الرغم من أن عدد كبير من الأساقفة صاروا أريوسيين، لكن الكنيسة وقفت في منتهى الحزم. عندي عليك أنك تسيب إيزابيل التي تقول أنها نبية وتعلم وتغوي عبيد. وهكذا جه في وقت من الأوقات الكنيسة حرمت مقدونوس رئيس أساقفة القسطنطينية، حرمت نسطور رئيس أساقفة القسطنطينية. مجاملة مفيش، تسيب في التعليم مفيش. الكنيسة بهذا الشكل كانت إيمانا واحدا وفكرا واحدا وتعليما واحدا. لما ابتدى بقى تحت اسم حرية التعليم كل واحد يفكر كما يشاء، وجدنا مئات المذاهب في أوروبا، مئات المذاهب المسيحية. ليه؟ لأن بقى فيه تسيب تحت اسم حرية الفكر، حرية التعليم، حرية التفسير. الحرية مش معناها تسيب، الحرية مش معناها تسيب. ساعات أحيانا يوجد تسيب في الأمور الإدارية أو الأمور المالية إذا لم توجد رقابة حازمة وإدارة حازمة. ممكن يوجد تسيب، ممكن يوجد تسيب، وممكن كنيسة يجيلها مئات الآلاف تشغلهم في الديكورات وفي التنظيم وفي كنائس تانية مش لاقية تعيش، مش لاقية تبني طوبة. ليه؟ تسيب. وإن كلمتهم ما أسهل بقى الناس اللي مخلين الكنيسة زي العروسة ورشدهم والضبنها تقف ضدهم، يا حرام عليكم يا ناس. أهو طبعاً كده كل واحد يشتغل يقف ضده، لكن هتقعد تحكي كل الأسرار لكل الناس؟ نوع من التسيب، نوع من التسيب. كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه. يوجد تسيب في الأمور الأخلاقية،
تسيب في أمور في الأمور الأخلاقية. يظهر في أشياء كثيرة جدا. اللي موجود عندنا العيال اللي يشربوا سجاير، العيال اللي عندهم إدمان، تسيب أيضا في الأزياء، في الزينة، في التجمل. مش عايز أقول تسيب في الشعر وفي الضوافر، خليها دي لوحدها. يعني يقول لك تسيب في الضوافر، يعني واحد يسيب ضوافره يكبر وكده بلا ضابط، أو ولد يسيب شعره يكبر بلا ضابط. بلاش، أنا هسيبها دي. أنا عايز ما يوجدش التسيب في القلب من جوه، لأن كل دي مظاهر من بره تعبر عن حالة القلب من الداخل. حالة القلب من الداخل في إيه؟ إذا وجدت إن قلبك ملتزم لك قيم معينة لا تحيد عنها، لك مبادئ معينة لا تكسرها إطلاقا، تبقى إنسان ملتزم، ملتزم بمبادئ، ملتزم بقيم، ملتزم بأخلاقيات. لكن تعمل زي ما انت عايز وتقول قليل من الماء يطهرها، دي ما تنفعش. ده يبقى نوع ايه من التسيب. فالإنسان غير المتسيب هو إنسان ملتزم بقيم ومبادئ وأخلاقيات مهما حصل، ومهما كانت هناك ضرورة أو ظن أن هناك ضرورة يكون ملتزم. من أجل هذا الالتزام ومعالجة التسيب، الكنيسة وضعت قوانين تضبط الناس، وتعاليم تضبط الناس، وتقاليد تضبط الناس، ونظم وطقوس عشان ما يحصلش التسيب. مش كل واحد يمشي على كيفه. ومن أجل معالجة التسيب، ربنا أوجد لنا الوحي الإلهي والكتاب المقدس والوصايا علشان يجمعنا في مسيرة محددة. وهي خطية آدم وحواء كانت إيه؟ ما كان التسيب برضو. جالهم الشيطان وقال لهم وانتوا ليه يعني تتحبوا كده، بنسيبكم على حريتكم تاكلوا زي ما انتوا عايزين. يسيبهم على حريتهم يبقى دخلوا في التسيب. عندي عليك انك تسيب المرأة إيزابيل التي تقول انها نبية. يعني مش بس الانسان الذي يسلك في التسيب عليه عيب، ده الشخص الذي يترك آخر تحت سيطرته، يتركه يتسيب، يبقى عليه ذنب. عالي الكاهن ربنا مسكه ليه وراسه اتكسر والكهنوت راح منه ومن كل نسله إلى الأبد؟ لأنه سيب أولاده يتركوا يعيشوا زي ما هم عايزين. قال له عندي عليك انك بتسيب اولادك يمشوا زي ما هم عايزين. انت لازم تربي كل الذين تحت سلطانك او تحت مسؤوليتك او تحت رعايتك. مش تربيهم يعني تكرههم او تكون قاسي عليهم او تمسك لهم قضيب من حديد، وإنما تربيهم بالإقناع، بالمنطق، بالفهم، بالحاجات دي كلها، بالرقابة، بالإقناع، بعدم التدليل الزائد، عدم الحرية الخارجة عن الحدود. ما يوجدش نوع من التسيب. لو ترك كل إنسان يفعل ما يحلو في عينيه، لا توجد وحدة في الصف ولا وحدة في التعليم
ولا وحدة في الأخلاقيات ولا في القيم ولا في المبادئ ولا في أي شيء، حتى تعلم وتغوي عبيد. ربنا قال له اللي بتغويهم دول، دول تبعي أنا، دول عبيد، لازم أنت تكون رقيب عليهم، أقمتك رقيبا للناس. بيقول إيه بقى هذه إيزابيل؟ بيقول عليها إيه؟ أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب. صدقوني العبارة دي في منتهى الصعوبة، أعطيتها زمانا لكي تتوب، يعني الحكاية مش على طول، أنا اديتها الفرصة إن هي تتوب فيها وهي لم تتوب. بعد كده ابتدى ربنا يتكلم عن العقوبة. أنا خايف لا يكون ربنا ادى كل واحد فينا فرصة لكي يتوب ولم يتوب. بيقول أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب. وبعدين بيقول من يغلب ويحفظ أعمال إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد. أهو ربنا في منع التسيب ذكر هذا القضيب اللي من حديد عشان الناس يمشوا صح. ياريت يوجد عندنا نظام الرقابة في كل شيء، رقابة في محيط الأسرة، رقابة في محيط الخدمة، رقابة في محيط الكهنوت، رقابة في المحيط الإداري، رقابة في المحيط المالي، رقابة في المستوى الأخلاقي، رقابة في الطقوس، رقابة في الألحان، رقابة في التراتيل، رقابة في كل حاجة. أقمتك رقيبا للناس، تسمع الكلمة من فمي وتوصلها ليهم. إذن واجب كل من هو في مسؤولية أن يسمع الكلمة من فم الله ويوصلها للناس. كل أم بتستلم ابنها من المعمودية هي ملتزمة بهذه الوصية، تسمع الكلمة من فمي وتوصلها للناس زي ما ربنا قال. ابنك عنده تسيب لأنك ما ربيتهوش وهو صغير، لأنك معلمتهوش القيم والمبادئ وهو صغير، لأنه لما كان عجينة في إيدك وهو صغير ما استفدتيش من الفترة دي وسبتيه لما كبر ورأسه نشت، لأنك ما أعطتهوش القدوة الصالحة اللي تمرره في الطريق السليم، عشان كده هو ابتدى يتعبك. المثل بيقول أدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم. تأدبوا عيالكم قبل ما عيالكم يأدبوكم، لأنهم لو وصلوا إلى مستوى التسيب أنتوا نفسكم هتتعبوا. عيسو ابن إسحاق ورفقة كان متسيب وتزوج من النساء الأجانب، أجانب يعني بعاد عن ربنا، يعني بيعبدوا آلهة أخرى. تزوج اثنين من بنات حس من الحيثيين. بيقول الكتاب إن زوجتيه كانتا مرارة قلب لإسحاق ورفقة، بقوا مرارة قلب لإسحاق ورفقة لأنه تسيب ومشي في السكة اللي مش مظبوطة. احنا مش عايزين منع التسيب يعني يكون بالضغط او بالقهر او بالعنف،
يكون بالتربية بالإقناع بالتعليم. كلمة كويسة موجودة في الدسكولية يقول امحوا الذنب بالتعليم، امحوا الذنب بالتعليم. يكون في مبادئ معينة مستقرة كل واحد يكون ملتزم بيها. ساعات الأولاد ما يرضوش يقولوا علف قلبهم أحسن والديهم يمنعوه، يقول لك يا عم خلي الحكاية دي في السر، لو قلتها لوالدك يمنعك أو لوالدتك تمنعك، فيشتغلوا في الخفة. ساعات برضو الابن في الاعتراف لما يحب ينحرف عن أبيه الروحي يبتدي يخبي، يقول لك أحسن لو قلت له دي هيزعل، أحسن لو قلت له دي هيقول لك لا بطل السكان، أحسن لو قلت له دي هيمنعك، فأحسن ما أقولوش وأحتفظ بسلامي القلبي مع أب اعترافه. وفي الحقيقة هو مش بيحتفظ بسلامه القلبي مع أب اعترافه، هو بيحتفظ بالتسيد، إني يسيبها على مزاجها، يمشي الواحد على كيفه. ما هو من ضمن الأسباب الخطيرة للتسيب أن كل واحد يمشي على كيفه. مفروض أنك أنت تضبط نفسك حتى لا يوجد تسيب، تضبط نفسك. وإحنا في الصيام الكبير مفروض أن إحنا بنضبط أنفسنا حتى لا تتسيب، حتى لا تتسيب في الأكل والشرب. وتمهيدا لأن النفس لا تتسيب في الأمور الأخرى، وهيجي أسبوع الآلام ونشوف ضبط النفس على الآخر، وبعدين يجي عيد القيامة وشم النسيم ونلاقي التسيب على الآخر. بصراحة بيحصل كده. فأنت احتفظ بضبط نفسك، احتفظ بضبط نفسك حتى في يوم العيد. مش بقولك انك انت ما تاكلش الحاجات الفطار، كل، لكن في غير التسيب. هيجيلكوا ايام الخمسين ويقولك قوانين الكنيسة ما فيش صوم في الخمسين، صح ما فيش صوم، لكن ايضا ما يبقاش فيه تسيب. في فرق بين الفطار والتسيب في الاكل. ما أكثر الناس الذين يفقدون بركة الصوم الكبير وبركة أسبوع الآلام في التسيب أيام الخمسين. احترسوا من هذا الأمر، أقوله لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تتذكرون. كفاية كده، تفضلوا وصلوا.